كي دايرين مع الصحيحه اليوم لقيت راسي شويه ولي جيت نشارك معكم واحد ديمو ملي واخا خصني نصوروا معكم دابا لقيت راسي واحد شويه قلت راه نصوروا معكم كنت عيانه شويه بالروح الله يشفي الامه ديالو ويشفينا هذا نقدم معكم هذا بسكوي كيجي زوين كيبغيوه الكبار والصغار هانتوما تبعوا معايا المقادير ان شاء الله عندي 125 غرام ديال الزبده و 100 غرام ديال السكر كلاصي قولي كاس 270 غرام ديال الطحين عندي جوج معالق ديال النشا عندي بيض ديال البيضه ابيض عندي قرصه ديال الملح وعندي معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى هادشي اللي كاين في المقادير هانتوما على بركه الله بحال هكا بحراره ديال المطبخ الزبده تكون مرخيه على هاد الشكل هذا بحال الشكل هاد القليصه ديال الملح نخلطوها صافي نديرو لها بيض البيض باش تعاون نظريه تاعنا تحرك على هاد الشكل هذا نخلطو هاد الكاس ديال 100 غرام هي كاس ديال السكر كلاصي حيت كيكون كبر على هاد الشكل هذا ضروري خصو يتغربل طلبوا ربي يهز علينا هاد الوباء ويشافي الأمة ديالو ويشافينا يا ربي يرحمنا بالرحمة ديالو صافي كنحركو على هاد الشكل هكا كتكون الزبدة على شكل مرخية مخرجها من الثلاجة قبل كتساعد طرية صافي كندير ديك جوج معالق ديال النشا ومنذ يتحرك هكا ولا بقى جالس في الفراش ضروري الانسان يكون مريض يسلمش داريا للفراش هكا صافي ندير طحين نضيف شويه بشويه اللي بغى يضاعف المقادير يضاعف المقادير انا درت غير هاد شويه انا غندير يدي باش نشوف القوام ديال الطحين والزبده داكشي يدي احسن 270 غرام ديال الزبده ديال الدقيق مع 125 غرام ديال الزبده و 100 غرام ديال السكر سهله صافي ومعلقه صغيره ديال الخميره صافي غادي نزيد الطحين خاصها تكون ما قاصحة ما تكون خفيفة بين وبين نزيدها واحد شويه كنظن ها هو البلابر جو هداك هادشي هي هاديك 270 غرام ديال الطحين غتجي هي هذيك صافي غادي نشلها على هاد الشكل هذا
صافي هذا هو القوام ديالها. القوام ديالها كيجي على هذا الشكل هذا. قسمها على جوج. مقطعتش الفيديو باش تشوفوا النتيجه ديالها كي كتجي بحال هذا الشكل. هذا هو القوام ديالها صافي. ثم البنات غادي ندير هذه الورقه ديال الفوم، غادي نسرحها عليكم الفيديو. تنورقها ونرجع لها. هانتوما البنات ورقتها ودابا كنقطعها، ما كنرقوهاش بزاف. كندير مع ديك نص الخمره اللي درت غادي تزيد تنفق واحد شويه. القطعه كتبقى على حساب واش ما بغيتو تقطعو كتقطعو. صافي غادي نقطعها بحال هذا الشكل هذا وغنزوقها هكا. غادي نديرها في الطاون نخليها واحد 10 دقائق في الثلاجه عاد ندخلها الفرن. ها نتوما هكا الزوق اللي بقى اختيار. على هذا الشكل هذا نتي نتوقع قراتها على هذا الشكل هذا حتى نسالي ونرجع معكم ان شاء الله. البنات غادي ندخلها للثلاجه واحد 10 دقائق تشد راسها عاد نشعل ليها الفران ونرجع معكم نكمل هذا الشيء اللي بقى ليا. البنات دخلت واحد نص ساعه للثلاجه تشد راسها صافي وتقبت بحال هكا بهذا ديال القطيب ديال العود بحال هاد الشكل هذا تقوم بحال هكا. وغادي ندخلها للفران الحراره تكون غير 150 كنشعلوا لها فوق ولتحت الحراره تكون حنيه وشعلوا المروحه اللي عنده المروحه يشعل المروحه باش كتحمر من الجناب وكلشي وما يطيب ان شاء الله نرجع معكم باش نديروا لها الشكلاط. يلا هذا هو الطب معنا شفت تبارك الله كيجا. هذا هو الطياب ديالو كيجي على هاد الشكل هذا صافي. غادي نتسنى على حتى يبرد خش طواخا باش نديرو الشكلاط ان شاء الله. البنات كندير لهم الشكلاط على هذا الشكل هذا صافي. صدقوني كيجي فحال برنس اللي كيتباع في الزنقه كيحماقو على الدراري هكا. شدو فحال هكا
يبان لينا شويه الشوكولاط خارج شويه، ما يجيش طايحه لا ما يجيش على هذا الشكل هذا. نزيد معكم كيحمق على الدراري هذا البرنس، الكبار والصغار كلشي كيعجبو هذا البرنس. هاكا صافي كنشدوها على هذا الشكل هذا، كنبرك واحد شويه على هذا الشكل هذا صافي، وكنبقى غادا في هذا الشكل هذا حتى كنسالي الكميه اللي عندي. صافي غنبقى غادا على هذا الشكل هذا حتى نسالي ونرجع معكم. البنات والبنات اللي وجدت معكم يستحق تجربه، ديروا لوليداتكم فحال هكا من كوتي المدرسه يديوها معاهم كيجي غزال. ها نتوما جربوه وبارطاجيو معكم، ما تنساوش بارطاجيو معكم الفيديو وتجربوه ان شاء الله وتردوا عليا الخبر كيجي غزال. ما نقولكم شي البنه اللي كتجي فيه فحالو فحال البرنس اللي كيتباع في الزنقه، يلا تجربوه ان شاء الله بالصحه والراحه، واخا هي انا ما كنستغناش عليكم، يلا تجربوه بالصحه والراحه وبسلام عليكم.